نعم. هونها يا ابو سعيد. ما بديش اهونها، ضغطي مليون. عد للعشرة يا ابو سعيد. عديت للمليون، عديت للمليون، مش ضابطه معي. ابني سعيد، ابني سعيد يا عمو. رفع ضغطي، رفع ضغطي، مش بلحق عليه كراتين بيض. كرتوني ورا كرتوني، كرتوني ورا كرتوني، مش منطقي يا عمو. قال بشرب لي بيض ني على الريق. بلعب جيم يابا، بلعب جيم. شو الجيم هذا اللي بده بيض ني؟ بعدين شو منعون ابو ابو بده يوطي راسي، بده يوطي راسي. انت بتقبل لها؟ بتقبلها لي؟ بتقبلها؟ راسك مرفوع دائما يا ابو سعيد. انا راسي مرفوع دائما، بس ما بده يوطي راسي، بده يجيب لي بار، بده يجيب لي بار على الدار، بده يصير يشرب وبتبع بارات منعون. ابو سعيد، يا ابو سعيد، البار هذا اللي بحطوا فيه اوزان للاثقال اسمه بار. كيف اسمه بار؟ البار عمو طول عمره تبع الشوب. شوفهم بشوفهم بالافلام. بالافلام يا ابو سعيد. وبيوم قلت خلنا نروح اشوف شو هذا الجيم اللي مسولف عنه سعيد. رحت معه وفتت وابتا ابتا مكبره كبير كبير وكله مري، كله مري. وين ما تروح منه؟ وين ما تروح منه؟ قول ما شاء الله يا ابو سعيد، لا تحسده. ما شاء الله يا عمو، شو كله مري، كله مري. مو هو صغير بس المري مبيناته كبار ومش كبير. المهم طلع هذا الجيم عبارة عن فاشن شو، كل واحد مستلم المراي وبتطعوج قدامها. اللي بقول لك هيك، اللي بقول لك هيك، اللي بقول لك هيك، اللي داير ظهره، داير ظهره بقول هيك. واللي ابسط كيف. ولا سعيد شو بيقول لي؟ بابا ضو عم الضو، بابا تعال جرب ترلدل، الترلدل. روح بدي اشوف شو الترلدل هذا. ولا هو شارع ما بيخلصش، شارع ورا شارع، شارع ورا شارع، ما بيخلصش ما بيخلصش. قول ما شاء الله يا ابو سعيد، لا تحسده يا عمو. ما شاء الله، ما هو طلع اخر شيء كشاط وبلف، كشاط وبلف. انا مفكره شارع. انت كل شيء ما شاء الله ما شاء الله. المهم اجيت بدي اطلع عليه ولا بي صوت. روح لحالك. روح لحالك. قلت ابصر منو هذا اللي دايرين عليه وبدهم يتركوه لحاله وبدهم يضربوه. روح لحالك. وصلت، رحت هيك، قلت بيهم هيك، قلت بيهم هيك يمين وشمال. روح لحالك. وصلت. ولا هو واحد ممصوع. روح لحالك. قدو قد الصوص، حاط 2 كيلو من هون و2 كيلو من هون، قاعد بيقول قلت له عمو لا تفلت من تحت، انت بتشد حالك.